مش رادد يا عصام، مش هرد. محدش عايز يرد. ايوه، ممكن اكلم رضا؟ حاضر، ثانية واحدة. في واحدة بتقول انها عايزة رضا وبتعيط. بيس بيس. ايوه ندى. الحقني يا رضا، موت. طب اهدي اهدي، انا جايلك دلوقتي حالا. خير يا برنس؟ في ايه؟ ندى مالها؟ ها؟ بلاك نيوز. This mother is very dying. ما عيان أو شكلها حتموت. ساتر. هي ست. أنا هروح لها. هبقى أطمنكم بالتليفون. هو في إيه؟ للأسف الحالة كل شوية بتسوء، ولازم تسافر في خلال أسبوع، وإلا عرضت حياتها للخطر. ليه ما قلتيش ان امك مفروض تسافر تتعالج بره؟ هيفيد باني اقول لك ولا ما اقولكش؟ ما كنتش عايزه ادوش حد بمشاكلي. مش جايز الحد ده يكون عنده حل لمشاكلك؟ احساس زباله قوي انك تقف عاجز قدام اي حد بتحبه وما تبقاش عارف تعمل له حاجه. انت بتعمل معايا كل ده ليه؟ مش عارف، بس عشان والله ما اعرف، بس حاسس ان انا مبسوط. انا عمري ما حد موقف جنبي يا رضا. انا ممكن اعمل اي حاجه عشان خاطرك، عشان انت بنت جدعه. انا بقدر احساسك قوي يا رضا، بس معلش خليني اجرب مره تانية مع عمي. هتحاولي امتى؟ بكره. انا ماليش اي صله بيكي، انا ما عرفتيش ولا حاولت تيجي هنا او امك اتصلت بيا وحاولت تيجي، انا هبلغ عنك البوليس. فاهمه ولا مش فاهمه؟ يا فندم ما فيش. يا فندم مش عايز اسمع صوتك، ما تعتبنيش هنا تاني ابدا. والله ما انا. وانت ليكي كام عنده صحيح؟ نص مليون. نص مليون؟ هو اسمه ايه يا عمك ده؟ اونكل عثمان. اونكل باتمان؟ عثمان. انا بهزر معاكي عشان تضحكي. طب انا هشغلك حاجه تفرفشك. ها؟ معلش يا رضا، انا مش في مود اسمع حاجه دلوقتي خالص. نجيب لها منين 500,000 جنيه؟ انا في دماغي حاجه معينه كده، لو عملناها هتخلي ال 250,000 جنيه بتوعكوا 750,000 جنيه. هندي لندى ال 500,000 جنيه اللي هي عايزاهم، وال 250,000 جنيه بتوعكوا هيفضلوا زي ما هم. ازاي بقى يا بومبو؟ ازاي؟ انا في دماغي خطه معينه كده، بجمع عنها معلومات دلوقتي، فاضل كام حاجه بسيطه كده، اول ما هوصل لها هقول لكم على طول. المهم بس دلوقتي قرروا انتوا ناويين تساعدوها ولا لا. رغي كتير، رغي كتير، رغي كتير قوي ده. انا عندي فكره حلوه جدا، احنا نعمل طصه. معاك كوين؟ معايا. I have one. No. ها؟ Shit, 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 where's my coin? No. يا عم الدولاب ده هتشبهنا. حشيش. رودنك. لو ملك اذا مش هنساعدها. بص
هنساعدها يعني مش أنا كنت متأكد والله يا برنس إن قلبك كبير. عارف الفلوس لو نقصت يا بومبو البومبو ده هيعمل فيك إيه؟ هيشلوحك. الكلام اللي هقوله لكم ده لازم يتنفذ بالحرف الواحد، يا اما كلنا هنخش السجن. دي شركه اكسبريس لتحويل الاموال بتاعه عند ندى اللي نصب عليه. البرنس هيعدي على ندى في الكافيه ويديها ال 250 الف جنيه طاقه ويقول لها تطلع على اي بنك وتعمل تحويل بالفلوس دي من البنك لشركه عمها. التحويل ده هيكون باسم رضا هندي البنهام. البرنس هيطلع على فرع الشركه في المطار وانا حاطه على فرع الشركه اللي في وسط البلد. اما انت يا بيبو حاطط على فرع الشركه اللي في الهرم. اول ما تيجي الساعه 9 بالظبط لازم نكون واقفين قدام الشبابيك. اهم حاجه في ده كله ان محدش فينا يسبق التاني، لا ثانيه قدام ولا ثانيه ورا. رضا هندي البنهاوي. انا هقدم البطاقه الاصليه وبيبو والبرنس هيقدموا البطاقه البدل فائد اللي طلعناه. احنا بقى هنروح نسحب التحويل اللي عملته ندى بالفلوس، بس هنسحبه ثلاث مرات. خلي بالكم لازم نكون سامعين بعض كويس في السماعات، الكلام هيبقى محسوب بالشعر، الثانيه هتفرق. احنا الثلاثه لازم نصرف الفلوس في نفس التوقيت علشان الكمبيوتر ما يلحقش يسجل السحب. بكده الفلوس هتبقى اتضربت في ثلاثة، يعني هيبقى معانا 750 ألف جنيه. كنت عايز نعمل ايه يعني؟ بقولك اتصرف ندى عليا، رميت الفلوس وجريت عشان جبان. يا برنس مش وقت خناق دلوقتي، اللي حصل حصل. احنا دلوقتي معانا نص مليون جنيه، هنعمل ايه؟ هنديهم كلهم لندى ولا ناخد الربع مليون بتوعنا الاول ونديها اللي فاضل ونقول لها ده اللي عرفنا نجيبه وخلاص؟ انا بجد مش عارفه اقولك ايه اللي انت عملته معايا. ان شاء الله اول ما ارجع من لندن هرجع لك النص مليون جنيه. حتى لو ما رجعتهمش مش مهم، المهم انك تيجي بالسلامه وامك تخف. يلا يلا عشان اتاخرت على امك. باي باي. باي باي. ندى يا بومبو. بومبو يا بومبو يا بومبو. و معلم كبير، هو انت هتطولي هناك ولا ايه؟ هيوحشني جنانك يا رضا. اوعدك ترجعي تلاقي ناس خم الاول. سريع كده ها؟ يعني امك تخفف وترجعي فورا. كورنوتو صديقو. تروحي تيجي بالسلامة. الله يسلمك. باي. باي باي. ندى. عايز اقول لك لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. امشي بقى ولا هتناديني مره رابعه؟ لا خلاص مفيش مره رابعه، تروحي وتيجي بالسلامه. خدي بالك من نفسك ها. وانت كمان خد بالك من نفسك. باي باي. باي باي.
والله الأنسة ندى بقالها كتير ما بتجيش. أمال مين اللي بياخد باله من إدارة المكان هنا مكانها؟ ويدخل إدارة المكان بالأنسة ندى. مش الأنسة ندى صاحبة المكان ده؟ واضح إن حضرتك فاهم غلط، الأنسة ندى زبونة عادية في المحل، مش صاحبته. الو؟ نعم. ايه يا برنس؟ ايه يا سمسم، عايز ايه؟ انا عايز عنوان ندى. لا حضرتك، الشقة اللي تقصدها دي كانت الأنسة ندى مأجراها لمدة شهر، مفروشة، بس سابتها من كام يوم. يعني ايه؟ يعني ايه طلع الكافيه مش بتاعها؟ يعني البت دي نصبت علينا؟ نصب علينا؟ 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 ده احنا استوينا. طب و في 250 الف جنيه ده ولا حتى الشقه اللي كانت قاعده فيها دي بتاعتها؟ قابل يا عم قابل، ولا الشقه شقتها بيقول لك. سمسم انت اكيد رحت عنوان غلط. انا سالت البواب وقال لي انها كانت مأجرها مفروش. احنا لازم نلاقيها. نلاقيها فين بقى؟ نلاقيها فين؟ ما راحت. هنلاقيها في اي حته ان شاء الله. ندور على كل اسمهم ندى. ده اذا كان اسمها ندى اساسا. مين ندى اللي مكتوب على الخاتم؟ البنت دي اسمها ندى. انت بتضحك يا دكتور؟ ده بعد ما تشوف لي حل في المصيبه اللي انا فيها دي. بقولك نصبت علينا وخدت الفلوس. انا مش حذرتك قبل كده يا سمسم وقلت لك الجريمه لا تفيد وان الذكي في دايما اللي اذكى منه. بس احنا ما عملناش جريمه، احنا كنا قاصدين نساعدها. طيب قول لي انت ما حاولتش تتصل بيها على الموبايل بتاعها؟ تليفونها مقفول طول وقت من ساعه ما سافرت مقفول. طيب وهي ما سابتش تليفون او عنوان الفندق بتاع لندن ده؟ ما سابتش حاجه خالص، ما سابتش حاجه خالص. لندن؟ هو حضرتك عرفت منين انها في لندن؟ حضرتك عرفت منين ان ندى في لندن؟ شيء منطقي يا سمسم، مش والدتها عيانه بالكبد هتسافر بره تتعالج فين غير في افضل مركز طبي في العالم لعلاج الكبد في لندن. بس انا ما قلتلكش ان مامتها عندها الكبد. انت قلت لي يا سمسم. غير بس شفيت. ما انا شغالك حاجه تفرفشك. ها معلش يا رضا، انا مش فاهمه اسمع حاجه دلوقتي خالص. على فكره يا سمسم، انا هاخد الحاجه اسبوع كده شرم الشيخ تغير جو، بس لو عوزتني في اي وقت اتصل بيا، مش بقفل الموبايل انا في الاجازه. طيب ممكن حضرتك تديني كتاب من الكتب بتوعك دول اقراهم وهرجعهم اول ما ترجع؟ انا بحافظ على الكتب. شور، المكتبه كلها تحت امرك. ما تختار لي حضرتك حاجه على ذوقك. في كتاب قريته يجنن، لازم تقراه. خدوا النبي يا رضا اركن العربية دي على ما خلصت سمسم. مالك سرحان في ايه؟ لا مفيش، تعبان شويه. سمسم انا بفكر في انه متهيألي انه من الافضل ان احنا نخلي الموضوع ده سر بينا. يعني نفكر كده اسبوع ايه اللي يتعمل، ما نتسرعش، ما
مفيش داعي تقول لاخواتك، انت عارف اخواتك ممكن يتغابوا عليك، انت فاهم. اكيد اكيد اكيد. انا متشكر قوي يا دكتور، حضرتك عملت معايا مجهود كبير قوي. لا شكر على واجب. كنتش اعرف انك انت دكتور شاطر قوي كده. ممكن امشي عشان حاسس اني تعبان؟ اتفضل. ناديه، ايه يا حبيبتي المكان الضايع ده؟ وليه كاتبه لي في الجواب ان احنا اتكشفنا وان الموبايلات متراقبه ومفيش داعي نتكلم عليها تاني؟ في ايه؟ انا ما كتبتلكش جوابات، انا جالي جواب زي زيك بالظبط. هو في ايه؟ تعال نمشي من هنا بسرعه. رضا، مفاجاه مش كده؟ ازيك يا دكتور؟ ازيك يا ناديه؟ ازيك يا دكتور؟ رضا. انا رضا. بس يا ترى بقى انهي رضا فيه؟ ها ها دكتور، انهي رضا؟ جهز القلم ده يعرفك انا انهي رضا بالظبط. سمسم بلاش تهور، اللي في ايدك ده ممكن يعمل مصيبه. خد نفس عميق. انا مش سمسم. شفت بقى انك حمار؟ انت فاهم ان انت لما تقفل العياده انا مش عارف اوصل لك انت وهي؟ ايه ده، انا عارفه ان انا غلطت، انا مش هدافع عن نفسي، انا مش هقول انا ماليش ذنب، انا فعلا ضحكت عليكم، بس انتوا كمان. احنا ايه؟ ها؟ ايه؟ ها؟ حكيم غوري، دي الضحية الرابعة. عمك، عمك جه. حكيم غوري، مفيش هنا الحاج مغاوري عثمان بيه. حاج مغاوري ده انا بعتهولك على انه سمسار عشان يفرجك المكان ده، بس الحقيقة انا عايز كنت افرجك حاجة تانية خالص. اتفضل. دكتور سليمان، ايه اللي جاب البت دي هنا؟ أنا لسه دلوقتي بس فاهم الحقيقة يا عثمان بيه، الولد ده عمي صاحب البنت دي، وهما الاتنين اللي ورا الحكاية بتاعت المدام اللي بتدعي إن البنت دي بنتك، والاتنين بقى مظبطين سوا عشان يبتزوا حضرتك. أنا مش أنا زيك بالظبط، مش فاهم هما جابوني هنا ليه. أنت كدابه ووسخ. بيضا بيتعالج عند الدكتور ده زي ما أنا بتعالج بالظبط، والراجل ده استغلنا إحنا الاتنين واستعملنا عشان ننصب عليك، أقسم بالله العظيم هي دي الحقيقة. أوعى. أنت كدابة. أنا افتكرتك. انت جيت معاها يوم هي ما جاتني الشركة وكنت قاعد مستنيها بره يا قلبي. يا بس اللي عملته ده مجنون انت وحاتلك حاتلك وحاتلك. فين الفلوس؟ معرفش معرفش. الفلوس معاها هي. انا ما انكرش ان انا كنت ناوي اقسم معاها، لكن والله العظيم ثلاثة ما خدت منها مليم لسه. مو عليك يا كداب يا ابن الكلب. بنتي يبقى هتقلق. ليه؟ هتقلق. فين الفلوس؟ استاذ ارجوك هتقلق، ومحدش هيقدر يقول اي حاجه ولا هيعرف اي حاجه. اصل انا في الاسم بعمل بطاقه في الاسم، فازاي بقى ازاي بقى قتلتك وفي نفس الوقت في الاسم؟ ما انت عارف الطريقه، زي ما سمسم كان بيحكي لك. شفت بقى في الفلوس؟ ما تضيعش نفسك يا رضا، ما تضيعش نفسك. بلاش، مش عشان عشان الحاجة، عشان الفلوس. أرجوك يا فلوس يا رضا. أنا رضا رضا رضا. أنت بتصيح عليا يالا؟ أقف مكانك.
بقول لك انا بقى على الخطه الاحلى. مختل عقليا يتآمر مع فتاة طائشة للاستيلاء على أموال الراجل الغلبان ده. حلوة؟ حلوة؟ حلوة، حلوة أوي. بس أنت جبان ومش هتقدر. اضرب اضرب. هو فرضها، اضرب. هو فرضها هضربك. اضرب. طلعت شجاع والله يا دكتور، والله طلعت شجاع. كنتش أعرف بس غبي، عشان المسدس ده ما كانش فيه غير طلقه واحده اللي انت قتلت بيها الراجل الغلبان ده. نعم. ما انا نسيت اقول لك اصلي ان انا ببلغ عنك في الاسم انك قتلت واحد. مسدس ملوش ترخيص، دكتور نصاب وراجل صاحب شركه اموال ومكان مهجور ما فيهوش صريخ ابن يومين. جريمه زي الفل متقفله. عارف اللي خرجك منها ايه؟ انك تثبت ان احنا تلاتة. بس انا عندي الشرايط. انا اخدت كل الشرايط اللي في العيادة. مبروك عليك. شكرا على بصماتك اللي على المسدس. طب رضا رضا. صح صح. انا اسف نسيت اقول لك حاجة كمان. حقيقي انا متشكر قوي. قوي دكتور سليمان. عشان انت حقيقي عالجتني. اللي اتصلح ممكن يكسر يا رضا، واحنا ممكن نوصل لحلول وسط على فكره يا رضا. أنسة ناديه، انت لازم تتكلمي. انت متهمه انت والدكتور سليمان بقتل عثمان محمد احمد. والله العظيم انا ما قتلت حد، سليمان هو السبب في كل حاجه. وانت علاقتك بسليمان ايه؟ في الاول كنت بروح له عشان اتعالج من الاكتئاب بعد ما مات أول واحد بحبه في حياتي. كل اللي أقدر أقوله إن الشيطان شاطر يا باشا. بصراحة أنا أول ما شفتها عجبتني، فقعدت أشاغل فيها لحد ما جات لي في يوم من الأيام وقالت لي I love you، فلقيتني بقول لها I love you too. بعد كده عرفت إن هو بيستغلني في النصب على المرضى بتوعه. حاولت ألحن علاقة كتير قوي معرفتش. وهي علاقة عثمان بالموضوع ده؟ هو كمان كان بيتعالج عندي، وفي مرة جالي وهو متوتر من موضوع معين. يا دكتور الست دي اعرفها من 20 سنة، أيام ما كان فرعنا الرئيسي في اسكندرية، وأنا متأكد لا يمكن أكون مخالف في الست دي، الست دي كدابة. البنت اللي بتدعي إنها بنتك دي أنت شفتها قبل كده؟ طبعًا ما شفتهاش ولا ناوي أشوفها، لأن أنا لو شفتها هتثبت التهم عليا. سليم، عندها كام سنة تقريبًا البنت دي؟ بتقول إن عندها 25 سنة. البنت دي اسمها إيه؟ ندى. سليمان هو اللي خطط الموضوع ده كله من تقطق. السلام عليكم. والله انا لقيت قدامي ثلاث توائم نصابين، بس محتاجين لدماغ توجههم صح. هو اللي خلاني ازاي اعرف اسحبهم واحد ورا التاني بعد ما سمعني شرايط اللي سجلها لسمسم. كان كل هدفي ان الثلاثه يحبوا نفس البنت، لان دي الحاجه اللي هتخليهم يعملوا اي شيء في الدنيا عشان يساعدوها. لما خبطت سمسم بالعربيه كنت مستنيه مكالمه من سليمان عشان اتحرك من الكافيه. ايوه حبيبتي. بقول لك ايه، هو نازل دلوقتي، يعني ربع ساعه بكتير. اوعي تموتيه. وبعد كده سرقت المحفظه من جيب جاكيت سمسم. كان لازم اعمل حاجه تخوفه عشان ما يجيش تاني، لاني عارفه انه جبان. وده اللي حصل فعلا. وبعت البرنس، ولما جه البرنس اديته بروشور الكوره عشان يبعت بيبو. يا فندم انا ممكن اكون اتشقيت كتير وعملت بلاوي كتير، بس والله 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 ما قتلت حد. يا ناديه الكلام ده مش هيفيدك، لا انت ولا الدكتور سليمان بتاعك. تحرياتنا بتؤكد ان مفيش غير رضا هندي البنهاوي واحد. ايوه يا فندم، لان ثلاثه متسجلين باسم واحد. وفين فلوس عثمان؟ كل حاجه مع سليمان. كدابه يا باشا. يا دكتور ناديه اعترفت عليك بكل حاجه، هتقول الفلوس فين ولا نخليك تقول بمعرفتنا؟ لا في الحالات دي يا باشا الفلوس في الحفظ والصون. اي حد بس من طرف سعادتك يوصل للحاجه ويقول لها الدكتور بيقول لك عاوز المصلحه. طب امضي هنا اتعشم، يعني ما يكونش موقفي في القضيه سيء. امضي. اقعد اقعد، راجع لك تاني.
انا متشكر قوي يا دكتور سليمان على اللي انت عملته معايا. بيقولوا ان الغبي هو اللي بيتعامل مع الناس على انهم اغبياء، واحب اقول لك ان انت الغبي ده. صحيح، عايز اشكرك كمان على التوكيل العام بالبيع والشراء اللي انت مضيت عليه من غير ما تاخد بالك يا غبي. يا أولاد الذين بيبي انت كده فهماني غلط على فكرة يا بيبي، ملناش إلا بعض، دول قلبونا في كل حاجة حتى العربيات يا بيبي. حسبي الله ونعم الوكيل. اهلا وسهلا. صحتك؟ مال الحلال عمره ما بيضيع ابدا حقيقي. فلوس حضرتك اهي، وادي المسدس اللي احنا اشتغلنا بيه. شكر شكر يا ابني، لولا انت الفلوس دي ما كانتش رجعت لي تاني ابدا. الحمد لله الحمد لله على كل حال، احنا كلنا اتخدعنا والحمد لله، وتعاونتوا معانا بشكل كويس جدا جدا. الحمد لله. اي اوامر تانية مني على شكر يا ابني. شكر. ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. خليك مرتاح. السلام عليكم. السلام عليكم. راحت فلوس قصاب. We have to start all over the game. All over. I need you my mother. Really I need you. Hello. Hello my third brother. يعني ايه؟ يعني فلوسك اهي 250 ألف جنيه بتوعك اهو. جبتهم من ايه؟ لو سمحت لو سمحت. اهلا بحضرتك. شكرا. عملت الليلة دي كلها عشان ما نسافرش يا بومبو. فيها ايه لما ابقى مش عايز اخواتي يسافروا؟ كأني غلطان علشان بحبكم، بس كنتوا وانتوا معايا وانا حاسس بغرب. اما لما تسيبوني وتسافروا هعمل ايه؟ دي حاجه مؤثره جدا. انا مش مسافر ولا انا مسافر وانا مسافر.